ويلكم تو كارديو اليكس 19. لاول مره السنه دي في كارديو اليكس يكون معانا البطل محمد رشوان. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا اسمي محمد علي رشوان، لاعب جودو سابق وحكم دولي حاليا، حاصل على ميداليه اولمبيه في اولمبياد لوس انجلوس، حاصل على بطولات كثيره قوي، بطولات افريقيه، بطوله عالم بحر ابيض، بطوله عالم عسكري، حاصل على وسام جمهوريه، وسام رياضه، حاصل على لسه واخد من 10 ايام وسام الشمس الذهبيه من امبراطور اليابان، حاصل على جائزه الفير بلايرز او اللعب النظيف على مستوى العالم من هيئه اليونسكو عشان موقفي من اللعب يماشطه في الفاينل بتاع اولمبياد لوس انجلوس. كابتن، كنا عايزين نعرف ايه الفحوصات اللي ممكن نعملها قبل المسابقات؟ بصي، زمان كان اقصى حاجه بنعملها تحاليل دم عاديه ورسم قلب، وبعد كده تطورت بقى في ايكو وتحاليل دم وحاجات زي كده، لكن النهارده اللي شفته في مؤتمر النائب القلب الرياضي حاجه مختلفه تماما، هتساعد اللاعبين وهتساعد الناس ان هم يقدروا يكتشفوا من اللاعبين دي هل هتقدر تستمر. يعني هو لو عمل الفحوصات دي على لعيبه عندها من 15 ل 17 سنه، هيقدر بعد كده يعرف ان اللعيب ده ممكن يوصل معاه ان هو يبقى بطل عالم ولا لا، او هيكمل معاه او ما يكملش. شيء ده النهارده بصراحه انا انبسطت من المؤتمر ده، وحسيت ان فعلا في فايده ليه. بس اهم حاجه من كده، اهم حاجه ان الاتحادات يبقى عندها وعي للكلام ده، ويبعتوا اللعيبه بتاعتها، لعيبه الفريق القومي خصوصا في اللعيبه الناشئين، ان هم يروحوا يعملوا فحوصات عشان يقدروا يعرفوا اذا كان اللعيبه دي تقدر تكمل او مش هتكمل. وكابتن، كنا عايزين نعرف ازاي يمكن التدريب قبل البطولات العالميه؟ بص حضرتك، قبل البطولات العالميه بيختلف تماما عن قبل بطولات مثلا افريقيا او بطوله جمهوريه او حاجات كده. البطولات الكبيره زي بطوله العالم او بطوله الاولمبياد بتحتاج مجهود كبير جدا، بتحتاج تمرين قوي جدا، بتحتاج عدد ساعات تمرين اقوى، بتحتاج احتكاك مستمر مع معسكرات خارجيه، ومحتاجه تغذيه من نوع معين على اساس ان اللاعب يقدر يستفيد من خبرات اللعيبه الثانيه وجسمه يبقى قوي، يقدر ان هو يقدر يلعب وياخد ميداليات اولمبيه يعني. وده اللي احنا نتمنى ان هو يبقى موجود. احنا الاولمبيات 2020 السنه الجايه ان شاء الله في طوكيو، اتمنى ان مصر تحقق ميداليات كتير يعني ان شاء الله. كابتن، كنا بقى عايزين نتكلم برضو عن الجزء الاخلاقي لدى اللاعبين. بص حضرتك، احنا زمان كان اما كنا بدأنا نلعب رياضه كان حاجه اسمها كان عندنا حاجه اسمها رياضه اخلاق. دلوقتي الموضوع الرياضه اخلاق ده بقى اتغير شويه، لكن اتمنى ان هو يرجع تاني. اتمنى ان اللعيبه يبقى عندها الفير بلايرز، يعني عندها ان هم يهتموا ببعضيهم، يخاف على بعضيهم، خصوصا في الالعاب اللي هي في التحام. في جزء منه وفي مش موجود يعني. واتمنى ان اللعيبه تبعد عن المنشطات، لان المنشطات دي بتاذي الجسم تماما يعني. اوكي، انا اتشرف جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. شكرا.